جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. حلقه اليوم غنسولوا الناس واش شنو المرشح ديالكم، واش شبعتوا فيه شوفان، واش غتعقلوا عليه الا نجح، شوفوا هو واش غيعقل عليكم الا نجح بكل تواضع. بغيت نسولك. مرحبا. بكل تواضع. مرحبا. واش المرشح ديالكم شو هاد الايامات كيدور في الدرب؟ شبعتوا فيه شوفان؟ شبعنا شوفان. عقلتي عليه مزيان؟ الله عمر هضع. ولا نجح شوفوا واش غيعقل عليكم ولا لا؟ لا هذا ديالنا بعدا كيعقل علينا شويه. كيعقل عليكم؟ هذا اللي ساكن حدانا اللي مرشحين تابعينه، الرئيس ديال الجماعه مهلي فينا مهلي في السكينه، وحدين اخرين راه نفس الهضره. بكل تواضع. بكل تواضع، بنادم يقول الحق. وهذا الراي ديالك، تحياتي. اللي كاين شكرا بزاف. قول لي واش المرشحين هاد الايامات كيدوروا في الدرب عندكم؟ قليل اللي كيدوروا، ولكن واحد القضيه هادو 50 هما غابرين يلاه بانوا فين كانوا؟ ها وحده. ثانيا هذوك الخلاص اللي كيتخلصوا بها هما بكل صراحه راه خدموا بها 20 واحد. بكل تواضع. الناس عندهم لا ليسونس مريح من الخدمه. دابا عاد الدراري كيقولوا السلام عليكم، مشي لك السلام عليكم، ولا 100 درهم حشومه قالت تعطيه 100، اعطيه 20 بدا يمشي يدير بها مشروع. يعني المرشح ديالكم انتم 50 بما بان يلاه دابا جا كيدور. كلشي كاع المرشحين اللي هادو كيدوروا كلهم. شبعتي فيه شوفان بعد المرشح ديالك؟ ولكن شبعت فيه شوفان ناقص. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. قول لي يا سيدي. نعم سيدي. بكل تواضع. نعم سيدي. المرشح ديالكم هاد الايامات شفتيه؟ اي كنشوفو هيه عزيز. باش بعتي فيه شوفان؟ دابا كنشوفو هيه كنشوفو كيدوز كيدوز الناس اللي كيديروا الحملة ديالو كيدوزو كنشوفوهم. دابا عقلتي عليه مزيان؟ لا كنعرفو انا مزيان، كنعرفو من زمان يعني ولد الحومة وداكشي كنعرفو مزيان، ماشي ما كنعرفوش. وتخاف بكل تواضع ينجح وما يعقلش عليكم. واسيدي احنا المهم احنا غنصوتو عليه عقل علينا ولا ما يعقلش علينا، المهم احنا كنعرفوه يعني راجل مزيان وكيعمل الاحسان مع الناس وداكشي قبل هذا الشيء كاع بلا انتخاب بلا والو. هذا الراي ديالك بكل تواضع. هذا الراي ديالي انا بكل تواضع. بكل تواضع انا مسير. شكرا. السلام عليكم. قول لي شتي المرشحين هاد الايامات عندكم في الدرب كيدوروا؟ شفتهم اخويا. شبعتي فيهم شوفان؟ واه شبعت فيهم شوفان. عقلت عليهم واحد واحد. واحد على القوالب على اخوه. بكل تواضع. والو تهضر معاك، اللي بغى يجمع يجمع ويهرب لبرا تيدير المشاريع وتيكذبوا علينا وتيديروا لنا والو. كتبيضر ليا مع راسك. شويه ولا بدا سبور. حتى المرشحين راه كيبيضروا هاد الايامات. اييه. قول لي بكل تواضع المرشح ديالكم شتي هاد الايامات في الدرب؟ اييه. شتي مزيان؟ كاينين وي وي. شبعتي فيه شوفان؟ اييه. عرس انتخابي. عرس انتخابي. عرس انتخابي. ماشي غير في الدرب، بانوا لي في الجهات كلهم. كلهم. دابا هاد المرشح ديالك عيل نجح غتعقل عليه؟ شويه شويه ماشي بزاف. انا بان ليا هو اللي ما غيعقلش عليك واقيلا. الحزب ديالو بحال شي فرقه كره القدم. سكيفي الا ترشح وهذا كيقدر كيصوفوا الكويريه شويه شويه حتى اللعبه تكون شويه سيريوس. انت كويري؟ اييه. كسكسو ولا الكفته؟ بكل تواضع. تواضع. كسكسو. اللهم يسير اللهم يسير اللهم يسير. قول لي يا شريف، هاد الايام هادشي المرشح كيدور عندكم في الدرب ديالكم؟ لا ما كيدوروش، ولكن وقت الحمله تيدوروا. كيدور؟ تيدور. دابا شتي مزيان شبعتي فيه شوفان؟ شتو مزيان شت فيه شوفان. عقلتي عليه دابا؟ عاقل عليه. دابا لا مشى لا نجح هوايا غتبقى عاقل عليه؟ غنبقى عاقل عليه. تخاف؟ حيت هو ولد دربنا ومزيان والله يعمر هدر. وتخاف هو ما يعقلش عليكم بكل تواضع؟ هو انا اللي عليا راه تنديروا معاهم مزيان، حتى هو تيدير معايا زوين. كيدير معاكم مزيان وكدير معاه حتى مزيان. انا تندير معاه مزيان ديما، ما تيخسرش ليا. جمع صراحه اي حاجه بغيتها تمشي عنده ما تيقولش ليا لا. هذا الراي ديالك؟ هذا هو الراي ديالي. بكل تواضع؟ بكل تواضع. مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب خارج المغرب، كما شتو سولنا عباد الله واش المرشحين كيدوروا عندكم؟ واش شبعتوا فيهم شوفان؟ واش عقلتوا عليهم مزيان؟ كل واحد كانت الإجابة ديالو بكل تواضع.